السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة من برنامجنا الوطني إنجازات وطني عبر منبر قناة جوسات الفضائية الأردنية. ضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير، وهو السيد حسن علوش، صاحب كافيتيريا علوش في منطقة المصدر. سيد حسن علوش، بالبداية نرحب فيك برنامجنا الوطني إنجازات وطنية، نحكي لك مساء الخير. مساء الورد أستاذ برهان. سيد حسن، أنت أشهر من أن تعرف كمالك لكافيتيريا علوش بعدة فروعها، حابين نعرف السادة المشاهدين أكثر من هو السيد حسن علوش، تفضل. بالضبط، أنا السيد حسن علوش، خريج جامعة الزيتونة قسم المحاسبة. والدي أسس كافيتيريا علوش تاريخ 1996، وأعمامي أكمل المسيرة، ومن ثم استلمت أنا حاليا بعدة فروع، المصدار والرابية وماركة. سيد حسن علوش، تحدث عن أول تأسيس لكم لكافيتيريا علوش. أول فرع تأسس سنة 1996، أسسه والدي رحمة الله عليه، تعيش، واللي هو فرع المصدار. نعم، يعني نتحدث الآن عن آلية العمل وأهم الخدمات في كافيتيريا علوش. نعم، خدمة الزبائن وتوصيل الطلبات والاهتمام عدم وجود شكاوي في من الزبائن ورضاهم. نعم، يعني سيد حسن، اكيد كافيتيريا علوش بعدة فروع تتميز بنكهة خاصة وايضا بتميز، نتحدث عن من اين جاء هذا التميز؟ التميز جاء عن خبرة سيدي ووالدي وتعاملهم مع شركة مطاحن الاندلس. نعم، والتي تشتهر بانواع البن الفاخر والهيل الجيد. نعم سيد حسن علوش، مع اي وكالات تتعاملوا؟ نتعامل مع وكالة العميد، بن العميد، نتواصل مع شاي ليبتون. نعم، مع مطاحن الاندلس قهوة. نعم، الصب، ونتعامل مع جردينا كيك. سيد حسن علوش، تحدث عن عدد الكوادر في كافيتيريا علوش. الكادر الصباحي يتكون من 4. نعم، معلم البسطة وثلاث شباب مساعدين أرضية. نعم، يعني ذات كفاءات عالية أكيد وذات خبرة. أكيد 100%. نعم، يعني زي السيد حسن علوش، كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع الكافيتيريا في الأردن؟ هل هو متطور بالشكل الملحوظ؟ نعم، من التطور كبير، ووجود ودليل على هذا أنه الكافيتيريات تزايد ومهنة جميلة جدا. سيد حسن علوش، هل بتواجهوا أي مشكلات أو معوقات من جهات معنية؟ مشاكل بسيطة مع أمانة عمان الكبرى. نعم، أنه الترخيص صارين يدققوا عليه ويشددوا. نعم، أنه تراجع الأمانة الرئيسية ويطلعوا كشف، والأمانة تبعت المنطقة برضو تطلع كشف، مع أنه ما بيدققوا على المطاعم اللي بتفتح وبتبيع قهوة وبتبيع شاي وبتبيع كل شيء. يعني في مطاعم تفتح بتبيع فيها قهوة وشاي؟ أغلب القهوة الموجودة الآن بدون رخصة صب، وبتبيع قهوة صب وما بيحكوا عليهم، وهذا الحكي مسبب لنا مشاكل. وفي كثير من الكافيتيريات بتفتح بترخص مطعم وما بدون رخصة قهوة وبيشتغل قهوة، وهذا الشيء بيضرنا احنا. يعني شو بتحب توجه رسالة لأمانة عمان عبر هذه الشاشة؟ يتعاملوا مع تبعون الرخص التجديد عليهم، اللي ما عنده صب يلغوه من عنده، اللي فاتح مرخص مطعم انه يشددوا عليه، مش يشددوا علينا احنا رخصنا قديمة وبندفع عليها دائما، والتكاليف صارت عالية علينا جدا. نعم، يعني احنا بنوجه نداء من قناة جوسات الفضائية الأردنية، نداء لأمانة عمان لحل هذه المشاكل بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله بتنحل هذه المشاكل، لو إن شاء الله مستقبلا انحلت هذه المشاكل. سيد حسن علوش، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية للسيد حسن علوش لكافيتيريا علوش بعدة فروعها؟ تطوير الفروع وزيادة عدد العمال ومساعدة الشباب على العمل وفرص. نعم، فرص عمل. يعني نعم، يعني نقلل من البطالة. أكيد. نعم، يعني بضم صوتي لصوتك سيد حسن علوش، لكل شاب في الأردن له طموح، نبعد دائما ثقافة العيب عن الجانب الآخر. يعني لو حابين نوجه رسالة توعي وإرشاد لجيل الشباب، نبعد عنهم ثقافة العيب، نحثهم على العمل، شو بتحب توجه لهم رسالة؟ أنه الشغل مش عيب، وأنه الشاب لازم يكافح ولازم يساعد أهله ولازم يطور من نفسه ويعيل أسرته. نعم بالضبط. نعم، يعني لكل مجتهد نصيب ومن صار على الدرب وصل. سيد حسن علوش، قبل نهاية هذا البرنامج، لو قدر لك أن تقابلت مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له عبر هذه الشاشة الصغيرة؟ المايك معك والكاميرا أمامك. نشكره على الأمن والأمان والنعم اللي احنا فيها والإنجازات الكبيرة اللي قاموا فيها جلالة. نعم، سيدنا الملك. نعم، الله يخلينا اياه ويحفظه. وايضا الجهات الامنيه حماة الوطن العين الساره، شو بتحب توجه لهم رساله؟ اكيد هم اللي حاميننا ويساعدونا في عده مشاكل بتصير معنا،
كفاءة عندهم عالية جدا، تصير معنا مشاكل دائما بقوم بحلها. نعم يعني سيد حسن علوش، احنا نقول لك الله يعطيك العافية، والله يعطي كل جهة أمنية بتحافظ على نعمة الأمن والأمان، نقول اللهم يعطيهم العافية. والله خلينا جلالة الملك فوق روسنا سيد حسن علوش، حابين نحدد موقع كافيتيريا علوش في عدة فروع وأرقام الهواتف مباشرة للتواصل مع خدمة التوصيل. فرع المصدر، الفرع الأول المصدر مقابل مستشفى الهلال. نعم. فرع ماركة، الفرع الثاني دوار الطيارة. نعم. المطار. نعم. فرع الرابية دوار الرابية. نعم يعني بنحكي لك سيد حسن علوش، يعني نتمنى لك التوفيق دائما وابدا عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وفي نهاية لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، تقدم بالشكر الجزيل لشاب من فرسان التغيير وهو السيد حسن علوش من كافيتيريا علوش وعدة فروعها. نتمنى لك التوفيق، نقول لك الله يعطيك العافية وشكرا لجهودك دائما معنا عبر حبيب استاذ برهان. الله يعطيك العافية حبيب استاذ. راسك بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامه. راسك بالعالي مرفوع الهامه، انت اردني اهل الكرامه. من الشمس السمرة من التراب الغالي، من ارض الهيبه جبينك مهيوبه. الله اكبر بالعالي مرفوع الهامة، انت اردني اهل الكرامة.